ألفرد أدلر مؤسس علم النفس الفردي وهو نمساوي كما تعلمون، واحد تلامذة سيغموند فرويد. ألفرد أدلر قبل هذا الفيلسوف بحوالي 50 سنة كتب يقول: من أراد أن يتخلص من الاكتئاب وآلام الاكتئاب depression ماذا يفعل؟ فقط يستطيع أن يفعل ذلك في 14 يوما. هذا ألفرد أدلر، هذا مؤسس هذا العلم النفس كامل، مش إنسان أهبل ومش إنسان يجازف وعاطفي خطيب مثل أمثالنا ولا واعظ، لا 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 لا، عالم يتكلم كل شيء ببرهان ودليل. قال في أسبوعين وقبل أن يكتشف البروزاك وغير البروزاك ما فيه تستطيع أن تتخلص من الاكتئاب في 14 يوما. عجيب، هذه وصفة سحرية غير شائع بين الناس حتى هنا في الغرب. يعني أن نعمل على إشاعتها ولنجربها، فإن صدقت فلا بد أن نصرفها أيها الإخوة. روشيتا سريعة المفعول لكل هؤلاء المكتئبين، أعظم حوادث الانتحار، أكثر نسبة أيها الإخوة، أكبر نسبة في المنتحرين إنما تقع بين المكتئبين، أكثر من المصابين حتى بالشيزوفرينيا قبل اكتشاف البروزاك وانتشاره خاصة في عقد السبعينيات 50% من المصابين بالدبرشن كانوا ينتحرون، كل 2 واحد يقتل نفسه. ألم لا يطاق الاكتئاب هذا، والعياذ بالله، ضيق الصدر وضيق الدنيا، تضيق عليهم الدنيا بما رحبت، نكد متصل على مدار الساعة. في 14 يوما تستطيع أن تشفى، أن تبرأ من الاكتئاب. كيف يا أدلر؟ قال: فكر يوميا وبطريقة إيجابية وجدية في إسعاد إنسان آخر. كل يوم حط لك قائمة: الأرملة الفلانية، اليتيم الفلاني، المهاجر، الطالب، الغلبان، المعي اللي عنده 10-12 من الأولاد وما عندوش مصدر كافي. كل يوم لابد أن أحاول عمليا أن أسعد أحد هؤلاء بفعل حقيقي إيجابي. قال: أسبوعان تشفى من الاكتئاب. صحيح، ومئة في المئة صحيح. والقاعدة الشرعية أيها الإخوة التي يعلمها العامة والخاصة: الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة في الفهم الشرعي الملي، الجزاء من جنس العمل. أسعدت عبادي لأسعدنك يا عبدي، أشقيتهم لأشقينك. لذلك أشقى الناس على الإطلاق الحكام العرب، طبعا حكام في الغرب أبدا، بعضهم سعداء جدا يتمشون في الناشر ماركت رأيناهم يأكلون يتذوقون يمشون بلا حراسة. إنهم من الناس السعداء، أسعدهم الله بالعدل والتواضع والإنسانية الأدمية. أما حكام العرب أشقى عباد الله على الإطلاق، وبذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني، أن المخاوف والإجرام في حبل واحد، في سياق واحد، في قرني. هؤلاء أتعس عباد الله. إذن في أسبوعين الجزاء من جنس العمل. من بنى بيتا لغيره بنى الله بيته. تريد أن يعمر بيتك؟ إذا حرقت البيوت لا يحترق بيتك؟ الحريق المجازي والحريق المادي حتى في بيوت تحترق، البنت تخرج عن طوع أبيها، تصاحب رجلا من غير إرادة أهلها، ترتكب الفاحشة يحترق البيت. الولد نفس الشيء، أبدا ينهي دراسته أيها الإخوة بغير شهادة، يترك الدراسة يقطعه من أول الطريق سواء المطور هاي أو حتى في الجامعة. الأب طبعا تصيبه الآفات القلبية والأمراض الوعائية وضغط الدم، والأم كذلك. وبعدين يصل الأمر إلى التلاوم والتعاتب، الأب يلوم الأم تلوم، يقع الطلاق، تخرب البيت كله. طبيعي أن يخرب، تعرفون لماذا؟ لأن رب هذا البيت، ربة هذا البيت لم يسعى يوما في تعمير بيت من البيوت الخربة. في بيوت خربانة، ناس مش لاقي تهوى تشرب. لماذا لم تعمر هذه البيوت؟ لماذا لم تعطي يا أخي؟ وفر عن فمك بعض الشيء وأعطي للناس. لم تعطي، لم تفكر إلا في نفسك، أنا وعيالي وأهلي والعمل عبادة والسعي على الأهل عبادة، وبعدين وخلاص ونقطة، وعلى الآخرين كمان. والله قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فالجزاء من